كده. الو كابتن احمد. يا استنبا. منور منور حضرتك. يا كابتن ماهر منورنا في برنامج السادسه. خير يا ساره، ازي صحتك؟ لسه كان الكابتن بيقول شعر من اشعاره وبيقول لي كان هيدمع لما حضرتك امبارح كنت بتوصف النادي الاهلي بانه الجنه. اه طبعا جنه الارض عالم الرياضه. وحشني يا مهر. طبعا واحد من ضمن الناس اللي عاشوا في الجنه، فعشان كده بتكلم معاك يا ساره بقلب مفتوح، وحسب التربيه اللي اتربها في النادي الاهلي فبيتكلم على صفات وروح النادي الاهلي ممثله في لعيبته طبعا الفانيلا الحمراء، مجالس ادارته اللي تواصلت على مدار الاجيال. فاحمد ناجي من ضمن الناس اللي اتربت في النادي الاهلي، والنهارده احنا شايفينه من اعظم مدربي حراس المرمى اللي جم في تاريخ الكره المصريه. بننزل حاجه ساعه يا ابني للكابتن ماهر همام. منور يا ابو حميد. حبيبي وحشني جدا يا مهر، والله وحشني جدا. ربنا يكرمك يا احمد، بنطمن عليك في الحاجات الحلوه الجميله اللي بتعملوها دي. ربنا يخليك يا مهر. مسموحه يعني. كنا لسه يا كابتن ماهر بنتكلم على فكره يعني موسم صعب وغيابات كتير وناس مشيت من الاهلي وان الاهلي ما بيقفش على حد. بالظبط ساره، البطل كده، نادي القرن كده، الانديه العريقه اللي زي النادي الاهلي ما بتقفش على حد، بتتواصل طول عمرها لان هي متربيه على كده، متربيه على المكسب، متربيه على المبادئ، متربيه على القيم. فطول عمرنا احنا متوارثين اجيال وراء اجيال هذه المبادئ، والحمد لله رب العالمين. حتى الاولاد الجداد اللي هم مش من ابناء النادي الاهلي مسافه ما بيخشوا الجنه بيتعودوا بقى ويتاقلموا على هذه المبادئ. طب زي ما كابتن احمد كده بيسيروا في المسار الطبيعي. كابتن احمد لسه بيقول لي برضه، يقول لي عاجبني قوي الاكسبريشن بتاع الجنه، ان الاهلي جنه. كل حاجه ممكن يا ساره تتخيليها تلاقيها في منظومه النادي الاهلي. بنبدا نحس ان احنا بره الجنه امتى؟ لما بنبعد عن النادي الاهلي. الفرق شاسع جدا جدا جدا، مع احترامي لكل المؤسسات الرياضيه اللي موجوده في مصر. لكن النادي الاهلي حاجه غريبه. عايز اقول لك يا ساره، لما تخش نادي الجزيره وانت بقالك فتره ما دخلتيش، وإن احمد ناجي بيحس بالكلام، تحس ان جسمك اشعر. تحس انك انت خدتي شحنه كده، شحنه معنويه بترجع بعد كده لبيتك او لشغلك، بالشحنه دي بتديلك بوش، بتديلك احساس جميل. فكل فتره كده لما بنبعد عن الجنه بتاعتنا بنرجع ليها عشان يعني ناخد شحنه. ايه احلى المواقف اللي فاكرها الكابتن احمد ناجي يا كابتن ماهر؟ الكابتن احمد ناجي مره في لقاء جميل جدا قال الكابتن ماهر يعني من ضمن المساكين اللي بترعب المهاجمين، والسر عنده، هو عارف السر بقى كابتن احمد. ممكن لا الكابتن ماهر كان في ماتشات يقول لنا احنا الحراس ما حدش يطلع، انا هاخد كل العالي. بيبقى هو جاي حاسس انه فايق. ايوه، ما اخليكوا تحت وانا العالي كله بتاعي. وكنا طبعا اللقب استامبا ده اللي هو ايه اللي هو موجود في الفرقه طول الوقت. ما بيطلعش بالفرقه. لا كابتن ماهر ده حاجه حدوته كبيره. تقول له ايه يا كابتن؟ اقول له انا بحبك وربنا يخلي عمر واخوات عمر حبيبي، ربنا يخليك يا احمد وكل عيلتك يا حبيبي، وانت طبعا عارف معزتك وغلاوتك مش عندي انا بس، عندنا وكل جيلنا وكل جماهير النادي الاهلي. ربنا يبارك لك. رساله منك يا كابتن ماهر للعيبه الاهلي قبل مباراه النهائي. الامانه بقى اللي هي غايبه علينا بقى لها فتره، الحلم الجميل الافريقي ان شاء الله يتحقق على ايدين هؤلاء اللعيبه العظام، ويفحروا اسمهم في التاريخ بقى. يعني المهم الجيل ده كمان ان هو يحقق حاجه للنادي الاهلي، يحفر اسمه في تاريخ النادي الاهلي وسجلاته، والبطوله الغاليه دي تسكن بقى دواليب النادي الاهلي الماليه من البطولات يا رب. والموسيماني، شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره دي؟ ده شخصيه محترمه، ومدرب واحد وعنده مشروع جميل وفي تحدي، والحلم اللي هو بيحلمه ان هو يكون مدرب للنادي الاهلي ربنا حققه له اهو، ونتمنى الحلم ده يا رب ان شاء الله يكمل بهذه البطوله الغاليه علينا ان شاء الله. يا رب قريب نكون بنحتفل كلنا وتبقى معانا طبعا يا كابتن ماهر بالتسعه باذن الله. شرفني يا ساره. الثانيه الموسيماني. شكرا جدا يا كابتن ماهر، نورتني ونورتنا طبعا في برنامج السادسه.